أنا اسمي عامر قرش، صلي بهذا المجال بحدود 8 سنين، وعندي هواية فيه وشغف. أنا بشكر والدي وبشكر الزباين اللي وثقت فيي وبشكر التيم اللي معي، وإن شاء الله إنه نكبر لقدام كلنا سوا. أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الكوافير عامر قرش. بداية يسعد مساك. الله يسعد مساك. كلك سوا. في البداية تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا اسمي عامر قرش، صلي بهذا المجال بحدود 8 سنين، وعندي هواية فيه وشغف. نعم، بس تحكي لي أكثر عن بداياتك. من البداية أنت كيف دخلت على هذا المجال، وأصلاً بأي عمر دخلت؟ دخلت بعمر 15 سنة. دخلت من باب أني بحب، من أنا صغير بحب الشعر، بحب يعني بحس أنه عندي هواية، كانت هيك هواية خفيفة وتطورت، يعني شفت أنه فيها تطور وفيها فاستمرت وصلنا لهذه المرحلة. بالتوفيق. تعرفني بالتفصيل على أهم الخدمات اللي عم بتقدموها عندكم هون. إحنا عنا خدمة الشعر كاملة، عنا ميك اب، عنا أظافر، عنا لاشز. بس شو اللي عم بيميزك عن الصالونات الثانية؟ بنهتم بالزبونة، الثقة، بننصح الزبونة إذا كان شعرها تعبان بننصحها إنه ما تصبغه، مش إنه أصبغيه وبيتعب بزيادة لا، بنهتم بالشعر، بنهتم إنه إذا كان تعبان ما نتعبه بزيادة، نهتم بإيش بتحب، إيش اللون اللي بيلبق لها، ومن هاي وثقة. هي بالنهاية صار يعني ثقة بينه وبين الزبون. نعم، بس أنت كأخصائي شعر تحكي لي أكثر عن ألوان الشعر الدارجة لهذا الموسم. الألوان الشعر الدارجة، الألوان الشعر كالعادة، بس هي اللي بيختلف التكنيك اللي فيها. ألوان الشعر الدارجة الشوكليت اللي هلأ عشان داخلين على خريف، الشوكليت، البيج الغامق. هلا بنتجه للغوامق بالشتاء، وبالصيف بنتجه للفواتح. فالشوكليت، البيج الغامق، القاش الزيتي، هاي الالوان. ما هي رؤيتك المستقبليه؟ انت شو حابب تعمل لقدام؟ الصراحه حابب اوصل للعالميه ان شاء الله، يعني بعد عمر طويل ان شاء الله اوصل للعالميه. بس تحكي لي شوي عن أهم المشاكل اللي أنت عم بتواجهها بهذا القطاع. أهم المشاكل الصراحة هو يعني ما بواجه كثير مشاكل، يعني ما بتخيل إنه في مشاكل، ما واجهتني لحديت الآن مشاكل، يعني هي كانت المشاكل من البداية إنه كيف بدي أوصل لهاي المرحلة، بس الحمد لله تخطيتها وهلا يعني ما في مشاكل. الحمد لله. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ أول إشي بتشرف بلقاء جلالة سيدنا وبشكره على دعمه للشباب، بس اللي بحس إنه بدنا دعم أكتر، لأنه الشباب اللي بتفتح مشروع عشان تشجعيها في مشاكل شوي بتكون بالترخيص، وفي الضريبة كمان. يعني أنا كعامر عندي موظفين
ويعني وعم بادي خطوة جديدة، فلازم تكون شوي معفيين من الضريبة أقل. مشاكل الترخيص شوي بتغلب، فيعني أي مشروع شبابي المفروض إنه يكون منه دعم وإعفاء شوي يعني حتى الواحد يستمر. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصل لهالمرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامج مشروع؟ أنا بشكر والدي وبشكر الزباين اللي وثقت فيي وبشكر التيم اللي معي، وإن شاء الله إنه نكبر لقدام كلنا سوا إن شاء الله. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم وطرق التواصل معكم؟ إحنا موقعنا أم السماء مقابل كنيسة الراعي الصالح مجمع طيبة. طريقة التواصل عنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى الرقم التليفون. شكرا لك. عفوا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر عامر على حسن استضافته لنا وعلى أمل اللقاء بكم وجدنا ورساسنا. شكرا لك. كل شكرا.